السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على الكعك الخامر اللي كيجي لذيذ بزاف، مكونات جد بساط وكيخرج كمية كثيرة. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو، كيف كيجي وكيجي هشيش. بلا ما نطول عليكم خليكم تشوفوا معايا المكونات مع طريقة التحضير. غادي نبداو على بركه الله بالمكونات ديال هاد الكعك هادو. كيف كتشوفوا معايا مكونات جد بساط غادي نحتاج ليهم. بالنسبه نص كيلو ديال الدقيق غادي نحتاج معها، نص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، بيضه مع اصغر ديال خميره الخبز او خميره فوريه، مع الاكبره خليط ما بين النافع وحبه حلاوه. كيف كتشوفوا غادي نحتاج واحد نص خماره يعني 4 غرام اللي غادي نحتاج. عندي كذلك عبصه ديال الملحه والحليب دافي باش غادي نجمع هاد العجينه هادي. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. ندوزو لطريقه التحضير وغادي نبداو على بركه الله. انا خديت الاناء فاش غادي نعجن العجينه ديالي، ممكن تعجنوها غير بايديكم، المهم انكم تدلكوها مزيان. غادي ندير الدقيق راه مغرب من قبل. غادي نضيف واحد قبيصه ديال الملحه، كنضيف السكر سنيده نص كاس، خميره ديال الخبز، غادي نضيف نص خماره يعني 4 غرام، غادي نضيف البيضه. كنضيفوا جميع المكونات مع بعضياتهم. هاد الوصفه هادي راه ساهله بزاف. غادي نضيف الزيت نص كاس ديال الزيت. دائما المكونات باش يسهل عليكم تعيدوهم كنكتبهم لكم في صندوق الوصف. وغادي نضيف كنكهات، غادي نضيف حبه حلاوه والنافع. الا ما كانش متوفرين عندكم ممكن تستعملوا فاني، واخا هو الوصفه الاصليه كتكون فيها النافع وحبه حلاوه، كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. غادي ندير العجينه تعجن مزيان. الحليب ديالي ها هو سخنته، غادي نبدا نضيف غير بكميه قليله حتى نشوف واش كافي ولا لا. بالنسبه للعجينه، العجينه كيخصها تكون يعني كتلصق في اليدين، ما تكونش قاصحه. انا كنضيف الحليب بشويه بشويه حتى كنحصل على الخليط اللي بغيت. دابا غادي نجمع الجناب باش دغيا الشماليه. كيف كتشوفوا معايا الخليط ديالي كيكون على هذا الشكل، كيف كتشوفوا كيلصق في الايدين ولكن كيدلك مزيان. دابا غادي نديرو في هذيك الزلافه الكبيره. صافي دابا غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليه حتى كي واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقائق تقريبا ونرجع معكم ان شاء الله. دابا من بعد ما خمر العجينه ديالنا خمرات كيف كتشوفوا، دابا غادي نشكلوها كرات بالحجم اللي بغينا. غادي نضيف شويه ديال الدقيق. كيف كتشوفوا العجينه ديالنا خاصها تكون منخوفه كتلصق في الايدين. دابا غادي نشكلها كرات بالحجم اللي بغينا.
غادي نشكلهم كرات كيف كتشوفوا معايا. حاولوا يكونوا نفس الحجم. وغادي نستمر بنفس العملية حتى نكمل كمية العجينة اللي عندي كاملة. دابا من بعد ما شكلت الكرات ديالي كيف كتشوفوا بنفس الحجم، كناخذهم وكنحربلهم. كنرش غير شوية ديال الدقيق ما نكترش. نحاولوا نرقوهم شوية حيت هما كيخمروا، يعني كيتزاد الحجم ديالهم كيف كتشوفوا. ها هو السمك ديالهم. غادي ناخذ موس كنقطع هذا الجنب هذا هكا وكندخلو بحال هكا ونعاود نحربلو نقرصو باش غادي نهزو نديرو فلاطة درت فيها ورق الزبدة ممكن ندهنوها بالزيت. غادي نعاود معكم وحدة أخرى نرش واحد شوية ديال الدقيق. درتهم تقريبا فيهم 80 غرام في كل وحدة الكرات بالنسبة ليا، شوما كديرهم على حساب بيتهم صغيرين أو لا كبار. غادي ناخد الموس كنقطع هاد الشي ها كنجيب هاد الشي ها كندخله هنا. صافي غادي نستمر بنفس العمليه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم ان شاء الله باش نكملوهم في التشكيل ديالهم. دابا من بعد ما درت عمرت لاطه الاولى مازال ليا 5 ديال الوحدات كناخذ مقص او موس وكنقطع بهذه الطريقه. غادي نستمر بنفس العمليه. من بعد ما كملت كناخذ بيضه كنقص من البيض ديالها شويه كنغلب يعني الصفر يكون كثير والبيض شويه وخلطتها مع شويه ديال القهوه سريعه الذوبان. غادي ندهن بها الكعك ديالنا. نحاولوا ندهنوها مزيان من الشويه كاملين. دابا كنرش شويه ديال الزنجلان من الفوق. دابا غادي ندخلو من الفران يكون سخون من قبل درجه الحراره تكون متوسطه. في الاول كنشعل غير التاس حتى كطيب لينا تيطيب الكعك ومن بعد كنشعلو ليه من الفوق باش يتحمر ليه الوجه ديالو ونطلعو ان شاء الله. بالنسبه لهاد الكعك هذا من الاحسن قبل ما تدهنوه كيف درت انا يعني غير تقطعوه تخليوه حتى كيخمر عاد دهنوه وترشوه بالزنجلان. انا نسيتو بقيت غاده. المهم دابا انا غادي نخليه حتى كيخمر. هي اللاطه الثانيه عاد غادي ندخلو الفران. وهذا هو الكعك ديالنا من بعد ما طاب كيف كتشوفوا كيجي لذيذ بزاف وكيجي رطب. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. خليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده.